مواجهه الاهلي والالمونيوم في كاس مصر. النهارده اقيمت قرعه دوري ابطال دوري الكاس اسف كاس مصر بطوله دور ال 32 في بطوله كاس مصر في مقر اتحاد الكوره، واللي اسفرت عن مواجهه الاهلي والالمونيوم في هذا الدور. الفائز من مباراه الاهلي والالمونيوم هيلاعب كمان الفائز من مباراه فاركو والوسط في دور ال 16. وفي طريق الاهلي طبعا الطريق مش سهل، طريقنا للنهائي فيه بيراميدز والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، ودي ماتشات كلها او الفرق كلها مش سهله. بعد القرعه اقدر اقول لك ان اللي احنا طريق النادي الاهلي للنهائي مش سهل في كاس مصر، لكن لو اتكلمنا عن تاريخ لعب الاهلي امام الالومنيوم 11 مباراه، من 11 مباراه شهدت كلها انتصارات للنادي الاهلي طبعا بجميعها، يعني مواجهه منهم مواجهه على فكره كان في الكاس انتهت بنتيجه 6-0 للاهلي. سجل النادي الاهلي 34 هدف واستقبل 6 اهداف فقط في كل المواجهات. كل التوفيق للنادي الاهلي حامل اللقب في بطوله الكاس ويحافظ على لقبه في كاس مصر ان شاء الله الموسم الحالي. يمكن انا بطوله الكاس دي من البطولات اللي انت ما تفهمش انت بتلعب كاس قديم ولا كاس جديد والكلام ده كله، لكن ده الكاس الجديد يعني.